مقاطعة غير عادية لدورة عادية للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. الأجنحة الأساسية للمنظمة بعد فتح الجبهتان الشعبية والديمقراطية قاطعوا الجلسة، إضافة لحركة المبادرة الوطنية وعدد من الشخصيات المستقلة، وغياب لحركتي حماس والجهاد الإسلامي رغم توجيه الدعوات لهم. بررت الفصائل غيابها بأنه ضغط لتوليد رأي عام وبيان حقيقة التفرد بالقرارات أمام الشعب. حالة من التفرد ازدادت كثيرا في اتخاذ القرارات وتهميش دور هيئات منظمة التحرير الفلسطينية، واستحداث دوائر جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية لم تكن موجودة سابقا. التهرب من تنفيذ قرارات المجلس المركزي بدورتيه السابقتين وقرارات المجلس الوطني كان دافعا أيضا لعدم المشاركة هذه المرة. حتى اليوم لم تنفذ القيادة الفلسطينية القرارات التي تم اتخاذها مسبقا سواء من المجلس المركزي الفلسطيني أو من المجلس الوطني الفلسطيني والخاصة بالقضية الفلسطينية، سواء يعني القرارات التي تحكم العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي أو التنسيق الأمني أو أيضا رفع الإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة. عدم التشاور بين الفصائل لوضع جدول أعمال للجلسة واتخاذ القرار فقط من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيؤثر على مصداقية القرارات المتخذة التي يراها محللون بأنها قد تكون بالغة الخطورة، خاصة فيما يتعلق بقطاع غزة. يعني على ما يبدو أن هناك قرارات قد تكون بالغة الخطورة، من على سبيل المثال إلغاء المجلس التشريعي على سبيل المثال، وعدم الإقدام على اتخاذ قرارات تتعلق بالتوجه نحو توفير إرادة حقيقية نحو المصالحة. فبعيدا عن الإجماع الوطني، لن تكون أي قرارات متخذة قادرة على معالجة الانقسام في بنية النظام السياسي الفلسطيني للإبقاء على القضية الفلسطينية في صدارة المشهد الدولي. غياب كثيرين عن المشهد لن يؤثر على قرارات المجلس المركزي، رغم حاجة الفلسطينيين لوحدتهم الداخلية وغياب الخيارات أمامهم في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. نيفين سليم، الغد، غزة، فلسطين.